دكتور كريم، وإحنا بنتشرف بيكم النهارده. بالنسبه لسؤال كيفيه التنفيذ، احنا بالفعل نفذنا على ارض الواقع، يعني احنا عملنا اكثر من فعاليه في 2017 و2019 عن تجمع ما بين الائمه وما بين القساوسه، وطلعنا في مؤتمرات وتعايشنا مع بعض، عملنا سيمينارات كتيرة وعملنا ورش عمل مع بعضينا، وكان في ناس بيحضروا في وسطينا بيشوفوا قد ايه المحبة الكاملة اللي بيننا وبين بعض. طبعا دي خلتنا في كنايسنا ومساجدنا نتعامل بطريقة مختلفة. النهاردة ممكن الشيخ يدخل الكنيسة، ممكن القسيس يدخل عند الجامع مثلا لما بنهني بعضينا في الأعياد. أمر رئيس الألوان بالقيادة الرجل إلى مكتب عمليات قاع العلمين على وجهة المكتب. أمر رئيس الألوان بالقيادة الرجل إلى مكتب عمليات قاع العلمين. إحنا النهاردة أحسن من زمان كتير، يمكن زمان كان في نوع من البعد، في نوع من عدم الفهم، كان في نوع من عدم وجود الحكمة والثقافة، لكن النهاردة الناس اتغيرت، والناس النهاردة دي عندها وعي جامد، والناس النهاردة فهموا ان احنا كلنا خليقة الله، احنا ربنا كلنا مخلوقين، محدش مثلا مخلوق من حاجة والتاني مخلوق من حاجة، كلنا مخلوقين من تراب، كلنا كان أبونا آدم وأمنا حواء، وكلنا من بطن واحدة وكلنا في ظروف واحدة. فالنهاردة الناس ابتدت تفهم وابتدى يبقى في نوع من التعايش. بالعكس النهاردة يعني عندنا في الكنيسة ابتدينا نفهم ونعرف يعني ايه عاشوره، ويعني ايه رؤيه الهلال، ويعني الحاجات دي مثلا زمان ما كناش عندنا ثقافه بيها. النهارده اخواتنا المسلمين عارفين يعني ايه عيد الميلاد، ويعني ايه عيد القيامه، ويعني ايه الجمعه العظيمه. ابتدوا الناس تعرف معلومات يمكن اكتر مننا. دي بتدل على التعايش اللي موجود على ارض الواقع. وعشان كده احنا عايزين ننقل التجربه بتاعتنا ديت لبره. يمكن احنا في لجنه الشباب برئاسه الدكتور مصعد الحاضر معانا بنفكر في كده، بنفكر ازاي ننقل التجربه بتاعتنا ديت لبره علشان الناس تفهم وتشوف قد ايه المحبه والتعايش اللي بيننا وبين بعض. كل اللي كان في مرحلة من مراحل تاريخ مصر حصل فيها بعض الفتن أو بعض المؤامرات، كلها كانت أمور مش للدين، ولكن كلها كانت أمور سياسية. فبالتالي النهاردة الناس فهمت إن الأمور دي ما هياش تخص الدين في حاجة. النهاردة إحنا في بيت العيلة كل اللجان اللي موجودة احنا بنعمل على زيادة المحبة بيننا وبين بعض، ازاي نشترك مع بعض في امور كتيرة. واحنا فعلا اشتركنا في بعض المشاركات الوطنية اللي بتهم الدولة، زي مثلا عملنا مؤتمر مع ضد على مناجم جامع ماجد احمد 9 سنوات، ارتدي جاكيت اسود بنطلون اسود برواد سبع تلاتين الى مكتب العمليات بتاع مين على مناجم الطفل. جامع ماجد احمد 9 سنوات ترتدي